بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس يوز اونلاين مقدمه من قبل فريق اسس. معكم خلدون يلداني. نحن هلا حنشطح بحثين، هن اخر بحث بالكتاب ماتيماتيك 1 اللي ما له طعمه تقريبا، بس حنرجع نحكي عنه. والبحث الاول بالماتيماتيك 2 اللي هو كثير الحدود وكذا. طبعا انا اجلت هدول البحثين لسبب، نحكي عن السبب بعدين، خصوصي بحث كثير الحدود نحن حنحتاجه بقلب النهايات والتكامل، لذلك حنأجله شوي هلا مبدئيا، وحنحكي عن بحث اسمه المعادلة من الدرجة الثانية. نحن هلا بالماتيماتيك 1 أخذنا سابقا المعادلة من الدرجة الأولى، يعني بيكون فيها أعلى أس واحد، بيكون درجة الـ X أو الـ Y الدرجة تبعها واحد. المعادلة من الدرجة الثانية هي المعادلة بيكون فيها أعلى أس 2، بتكون مثلا x مربع زائد 3x زائد 4 يساوي 0 مثلا. هنحكي شوية أمور قبل ما نفوت بكيفية حل معادلة من الدرجة الثانية. قال أنا إذا كان عندي جداء مقدارين يساوي 0، فإما المقدار الأول يساوي 0 أو المقدار الثاني يساوي 0. إذا إما fx يساوي 0 أو gx يساوي الصفر، في حال كان عندنا fx ضرب gx يساوي إلى الصفر. هنشوف مثال، إذا كان عندنا x مكعب ناقص 9x يساوي الصفر، أوجد مجموعة الحلول. مجموعة الحلول طبعا قيم ال x المحتملة لهذا التمرين. في عندنا شغلة، دائما عدد حلول المعادلة هو يساوي درجة المعادلة. يعني مثلا هون عندنا المعادلة من الدرجة الثالثة لأنه في عندنا X مكعب، فيفترض يطلع عندي 3 حلول للمعادلة. طيب هلا شلون بدي حل أنا معادلة من الدرجة؟ أنا معادلة من الدرجة الثانية لسه ما أخذتها، حل معادلة من الدرجة الثالثة. قال يا ابني لاحظ إنه فينا نطلع الـ X عامل مشترك من هون ومن هون، فتنطلع الـ X عامل مشترك بيصير معنا X ضرب X مربع، هون فقط بيصفى X مربع ناقص 9 يساوي الصفر. فإما المقدار الأول اللي هو X يساوي الصفر أو المقدار الثاني اللي هو القوس X مربع ناقص 9 يساوي الصفر. إذن أول حل طلع عندنا X يساوي الصفر أو X مربع ناقص 9 يساوي الصفر. طبعا x مربع ناقص 9 هي عبارة عن مطابقة تربيعية، x ناقص 3 ب x زائد 3 يساوي 0. ايضا بنقول اما x ناقص 3 يساوي 0 او x زائد 3 القوس ككل يعني يساوي 0، بالتالي x تساوي 3 و x تساوي ناقص 3. اذا بيطلع عنا 3 حلول اللي هن ناقص 3 0 وال 3، فالجواب بيكون عنا A. عندنا مثال آخر، 8 ب x أس 6 ناقص 35 ب x أس 3 زائد 27 يساوي 0، أوجد مجموعة الحلول. الحل مبدئيا هذا من الدرجة السادسة، فأنا حأفرض فرض أنه x مكعب يساوي t. أنا شو بيعرفني بالامتحان يا ابني؟ بتكون حله من قبل هذا التمرين، فبيجيك مثله بالامتحان بيخطر ببالك الحل. فا x مكعب x أس 3 يعني يساوي t، هيك حأفرض. فبالتالي x أس 6 قديش بتكون؟ t مربع حسب خواص القيمة طبعا. فهالمعادلة هي اللي هي 8 x أس 6 ناقص 35 إلى آخره، بتصير 8 t مربع ناقص 35 t زائد 27. هلا في عنا طريقة بتحليل مباشر نحن ما حكينا عنها، في حال كان أمثال ال x أو أمثال الـ X مربع أو T مربع أو اللي هو المربع، في حال ما كان واحد، في حال كان 8. هون بالتجريب قال بدي دور على عددين جداءهم 27، بجي بحلل هذا الحد وبحلل هذا الحد. حنحلل 8 T مربع، 8 T مربع فيني يساوي 8 T ب T، و 27 فيني يساوي ناقص 27 بناقص 1. طبعا الأسلوب التحذير هذا كتير أسلوب بشع، لذلك وقت بتجيك هيك معادلة الأفضل إنه نحن نحلها بالدلتا اللي حنحكي عنها بعد شوي. بكل الأحوال بعد التحليل بيطلع معنا 8 t ناقص 27 ضرب t ناقص 1 يساوي 0.
هيك طلع معنا بعد التحليل. طيب بالدلتا بيطلع معنا نفس الشيء، طبعا بيطلع معنا نفس الشيء، واسهل واسرع واضمن، يعني ما بدك تقعد تتحذر ساعه. فاذا طلع عندي اول قوس يساوي اول قوس ضرب ثاني قوس يساوي الصفر، اما القوس الاول اللي هو 8 تي ناقص 27 يساوي الصفر، بالتالي تي تساوي 27 على 8 او تي تساوي الواحد. بس ما ننسى انه تي هي اكس مكعب، هو بده حلول اكس مو حلول تي. فالاكس مكعب تساوي 27 على 8، معناتها الاكس تساوي جذر التكعيبي لل 27 على 8 هو 3 على 2، واكس مكعب يساوي 1، فالجذر التكعيبي لل 1 1، فبيطلع عندي حلين اللي هن 3 على 2 و 1. طبعا يفترض ان نكتب 1 بعدين 3 على 2، يعني هيك الصح. في يعني بلش بالحل الاصغر. في عندنا مثال اخر، 2 اكس مربع ناقص 1 على اكس ناقص 3 يساوي x زائد 3 زائد 17 على x ناقص 3، أوجد مجموعة الحلول. طبعا يفترض أني وحد المقامات مبدئيا، فهذا مقامه كله هذا اللي هو x زائد 3 مقامه واحد، فبضربه ب x ناقص 3، فبصير معنا 2x مربع ناقص 1 على x ناقص 3 يساوي x مربع ناقص 9 زائد 17 على x ناقص 3. إذا كان عندي كسر يساوي كسر والمقامين متساويين، فيفترض يكونوا البسطين متساويين، فبستنتج أنه 2x مربع ناقص 1 يساوي البسط الثاني اللي هو x مربع ناقص 9 زائد 17 هي زائد 8. بنقول كل الحدود لطرف واحد، بيقوم بصير معنا x مربع ناقص 9 يساوي 0، هي مطابقة تربيعية من شوي حلينا مثلها، x ناقص 3 ب x زائد 3 يساوي 0، إما القوس الأول اللي هو x ناقص 3 يساوي 0، بالتالي ال x تساوي 3، أو القوس الثاني اللي هو x زائد 3 يساوي 0، بالتالي قيمة ال x بتكون ناقص 3. لكن لاحظوا إنه في أحد الحلول عندي اللي هو x يساوي 3 بيعدم المقام، يعني إذا عوضت هون 3 فبصير المقام 0، لذلك هذا الحل لازم انتبه بالامتحان. في حال كان عندي معادلة فيها كسر، لازم انتبه إنه الحل اللي بيطلع معي آخر شيء ما يعدم المقام الموجود بهذا الكسر. في حال كان بيعدمه فهذا الحل مرفوض اللي هو x يساوي 3، فبالتالي بيصفى عنا حل واحد فقط من المقبول اللي هو x يساوي ناقص 3. ايضا مثال 2 ضرب 1 على x ناقص 1 على القوس تربيع زائد 5 ب 1 على x ناقص 1 يساوي 3. طبعا يعني مبين اشكرا انه انا لازم طلع الواحد على x ناقص 1 كعامل مشترك، او مثلا هو شو عامل فارض الواحد على x ناقص 1 فارض كلها t، فبصير معه 2 ب t مربع زائد 5 t، طبعا الثلاثة بنقلها الطرف الثاني بتصير ناقص 3. حسب التحليل المباشر اللي بيعتمد على التحذير بيطلع معنا هالقوسين. طبعا هي المعادلة مثل ما قلنا الأسهل انه نحلها بالدلتا بالامتحان اللي حناخدها بعد شوي، فبيطلع معنا قوسين اللي هو 2t ناقص 1 و t زائد 3. اما 2t ناقص، طبعا انا ما شرحت الطريقة ليش طلع القوسين لانه هلا حنحكي بالدلتا، لا تستخدم هاي الطريقة بالامتحان من عندي اخي، بجوز استاذ تاني يقول لك لا استخدم هاي الطريقة، انا عن حالي مدرستي بتقول لا تستخدم هاي الطريقة. فاما القوس الاول اللي هو 2t ناقص 1 يساوي 0، فبالتالي t بتكون قيمتها نص. ما ننسى انه t هي 1 على x ناقص 1، فبعوضها بصير معنا 1 على x ناقص 1 يساوي النص، ضل بقيمه وبحط بيطلع معي اخر شيء x يساوي 2 على 3، وهون t حتطلع معنا ناقص 3، بقيم بحط بيطلع معي x يساوي ناقص نص. اذا عندي حلين اللي هن ناقص نص و2 على 3. هلا في حال كان عندنا هذا المثال اللي هو جذر ال 3x زائد 1 ناقص x، دائما بالامتحان لازم تنتبه الجذر وين بيخلص، ناقص x يساوي ناقص 1. الحل انه كل شيء مو تحت الجذر انقله للطرف الثاني، يعني مثلا هي ناقص x هي مو تحت الجذر فحنقلها للطرف الثاني، بصير معي جذر ال 3x زائد 1 يساوي x ناقص 1. طيب انا بدي اخلص من هذا الجذر، شو بساوي؟ بربع الطرفين، فوقت ربع الطرفين هون بصير معنا 3x زائد 1، وهون بصير معنا مطابقه تربيعيه اللي هي مربع الاول ناقص ضفي الاول بالثاني زائد
مربع الثاني. بنقول هلا كل الحدود لطرف واحد، بصفى معنا x مربع ناقص 5x يساوي صفر، بطلع ال x عامل مشترك، فبصير معنا x ب x ناقص 5، اما x يساوي صفر او x ناقص 5 يساوي صفر، بالتالي قيمة ال x بتكون عندنا 5. إذا هلا طلع عندي حلين، الحل الأول اللي هو x يساوي صفر، والحل الثاني اللي هو x يساوي 5. طبعا وقت بيكون في عنا جذر بالمعادلة، أنا لازم أرجع أعوض الحلين، تمام؟ يعني هلا طلع معي أول شيء x يساوي صفر، لازم أرجع أعوض هذا الحل بهي المعادلة. إذا طلع معي هون رقم يساوي نفس الرقم، يعني مثلا 1 يساوي 1 أو 3 يساوي 1، معناته هذا الحل صحيح، تمام؟ مثل ال x يساوي 5 مثلا، وقت عوضها حيطلع معي ناقص 1 يساوي ناقص 1، معناته هذا الحل صحيح. طيب تعالوا نعوض الصفر، وقت عوض الصفر حيطلع معي 1 لا يساوي ناقص 1، يعني حيطلع هون 1 وحيطلع هون ناقص 1، فبالتالي الحل اللي هو x يساوي الصفر مرفوض. طبعا نحن مو دائما بنعوض، دائما هو إذا زاد معك وقت بالامتحان عوض يا ابني، بس إذا ما زاد معك وقت فقط في حال كان عندنا جذر بالمعادلة أو كسر بالمعادلة فساعتها عوض، غير هيك لا تعوض. يعني مثلا إذا كان عندك x زائد 3 يساوي الصفر مثلا، لا تعوض إنه ناقص 3، يعني ولو إنه كان مثال سخيف شوي. هلا هون حطنا جمال، هذا البحث كل شيء حكيناه لهلا، البحث هون ببلش. إذا كان عندي معادلة من الدرجة الثانية من الشكل A ضرب X مربع زائد B X زائد C، المجهول هو X، و A و B و C هي أعداد، ممكن تكون أعداد حقيقية ممكن تكون أعداد صحيحة، إذا أعداد تنتمي لمجموعة الأعداد R A و B و C. فلحتى حل هاي المعادلة لازم أوجد أول شيء اسمه دلتا. دلتا قانونها ب مربع ناقص 4ac. لاحظوا انه البي هي دائما امثال الاكس اس واحد، وقت ما بيكون في اس معناتها الاس واحد، اذا البي هي دائما امثال الاكس اس واحد، السي هي امثال الاكس اس صفر، اكس اس صفر واحد، يعني فيك تقول العدد الثابت اللي مو مضروب بشيء. الاي هو امثال الاكس مربع، يعني لانه ليش عم اقول لك هذا الحكي؟ لانه بالامتحان بجوز يكتبوا لك مثلا 2x زائد 5x مربع زائد 4، يعني خربطوا بالحدود، فانت بتكون حافظ انه اول واحد a وثاني واحد b وثالث واحد c، لا، لازم تنتبه انه ال a هي امثال ال x مربع وال b هي امثال ال x وال c هي العدد الثابت اللي امثال ال x والصفر مثلا. فقانون الدلتا بيقول b مربع ناقص 4 ضرب a ضرب c، هذا اخذينه بالصف التاسع او العاشر حسب. فوطلع الدلتا انا لازم اوجد جذر الدلتا، فبيكون عندي حلين، بما انه هي المعادله من الدرجه الثانيه بيكون عندي حلين، الحل الاول ناقص b زائد جذر الدلتا على 2a، الحل الثاني ناقص b ناقص جذر الدلتا على 2a. اذا القانون نفسه بالنسبه للحلين، بس مره هون باخذ زائد جذر الدلتا ومره باخذ ناقص جذر الدلتا. طيب في عندنا حالات بدنا نميزها، في حال كانت الدلتا طلعت اكبر من الصفر فانا عندي حلين لهي المعادله، الحل الاول بيكون ناقص جذر الدلتا والحل الثاني طبعا بيكون ناقص b زائد جذر الدلتا على 2a. هلا في حال كانت الدلتا يساوي الصفر فلها المعادلة حل مضاعف، بسموه جذر مضاعف، إن شاء الله بس تفوتوا على الهندسة بتفوتوا بتعرفوا شو فائدة هذا الجذر المضاعف. الجذر المضاعف هو فعليا جذرين، يعني حلين، بس هالحلين متساويين، x1 يساوي x2 يساوي ناقص b على 2a، فالقانون بيكون مباشرة ناقص b على 2a. ليش؟ لأنه جذر الدلتا، لأنه الدلتا صفر فجذر الصفر صفر، فما عاد في داعي اكتب جذر الدلتا بالقانون. في حال كانت الدلتا أصغر من الصفر فبالتالي المعادلة بتكون مستحيلة الحل. ليش؟ لأنه أنا ما فيني أجذر العدد السالب، فبالتالي ما فيني أطبق القانونين، أي أن المعادلة بتكون معادلة مستحيلة الحل. هنشوف شوية أمثلة. إذا كان عندنا x مربع زائد 3x زائد 1 يساوي صفر، أوجد مجموعة الحلول. أول شيء بأوجد
الدلتا. لاحظوا انه الثلاثة هي البي، الاي هي واحد ما في اي، فالواحد، والسي هي ايضا واحد. فحسب القانون دلتا يساوي بي مربع، يعني ثلاثة مربع ناقص اربعة ضرب اي ضرب سي، بيطلع معنا اخر شيء الحل خمسة. فا اكس وتحت 1.2، اكس 1 او اكس 2 المقصود فيها الحل الاول والحل الثاني. فهون عم يقول لك الحل الاول فاصلة الثاني هو ناقص 3 زائد ناقص جذر 5 على 2. ليش؟ لانه جذر 5 ما فيني اجذرها فبضل مثل ما هي. اذا كان عندنا هلا معادلة ثانية او مثال ثاني، 4 اكس مربع زائد 4 اكس زائد الواحد. طبعا هون في عندنا خطأ فني، هون ما في تربيع. اذا 4x مربع زائد 4x زائد 1 يساوي 0، اوجد مجموعة الحلول. طبعا لاحظوا انه هي البي وهي السي وهي الاي. ف بي مربع اللي هي 4 مربع ناقص 4، هي الاربعة جاية من القانون، ضرب اي اللي هي 4 ضرب سي اللي هي الواحد. لاحظوا انه بيطلع معنا الجواب 0، فالدلتا 0. فعنا جذر مضاعف مباشرة هو ناقص بي على 2 اي، يعني ناقص بي اللي هي الاربعة ناقص اربعة على 2 ضرب اي. في عنا كم اي مضن هون في خطأ، هي ضرب اربعة، تمام. هون في عنا خطأ اربعة، فبتروح الاربعة مع الاربعة بيصفى معك الجواب ناقص واحد على 2. المثال اللي بعده، إذا كان عندي 2x مربع زائد x زائد 1 يساوي 0، أوجد مجموعة الحلول. حنطلع الدلتا، لاحظوا إنه هون الـ b 1 والـ c 1 والـ x والـ a 2. فالدلتا هي 1 مربع ناقص 4 ضرب 2 ضرب 1، بيطلع معك آخر شيء الجواب أو قيمة الدلتا ناقص 7. طبعا هي أصغر من الصفر، فبالتالي بتكون مجموعة الحلول عندنا هي المجموعة فاي اللي هي المجموعة الخالية، يعني ما في حلول عندنا. حنشوف مثال، إذا كان عندنا A ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة Z، وعندنا 2X مربع ناقص 4X زائد A يساوي الصفر، وعندنا دلتا أكبر من الصفر، أوجد أعلى قيمة ممكنة للـ A. طبعا بما أنه دلتا أكبر من الصفر، تعالوا نشوف أول شيء دلتا شلون بحسبها. هي الـ B وهي الـ A وهي الـ C. فالدلتا هي 4 مربع، طبعا أنا باخذ مع إشارتها، فبتصير ناقص 4 مربع، هن مكاتبين ناقص لأنه بتروح التربيع، ناقص 4 ضرب 2 ضرب، إذا لازم آخذ دائما العدد مع إشارته، لا تنسوا الملاحظة، ناقص 4 ضرب 2 ضرب A أكبر من الصفر. ليش أكبر من الصفر؟ هو قال لي إنه الدلتا أكبر من الصفر. طبعا 4 مربع هي 16، و 4 ضرب 2 8A، بنقلها للطرف الثاني بتصير زائد 8A، بصير عندنا 8A أصغر من ال 16، بالتالي الـ A أصغر من الـ 2. وبما أنه عندنا الـ A تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة، فأعلى قيمة ممكن تأخذها اللي قبل الـ 2 هي الواحد. هلأ في حال كان عندنا الدلتا أكبر من الصفر للمعادلة XA X مربع زائد B X زائد C يساوي صفر، طبعا هي المعادلة، وعندي x1 طبعا بما انه الدلتا اكبر من الصفر، x1 عندي حلين اللي هن ناقص b زائد جذر الدلتا على 2a، و x2 ناقص b ناقص جذر الدلتا على 2a. في عنا هون حط، يعني هون هاد اللب تبع، يعني اذا اجاك سؤال من هذا البحث بالامتحان، طبعا يعني 100% تقريبا بيجي سؤال، فهتستخدم هدول القوانين الثلاثة اللي هو x1 زائد x2. شو يعني x1؟ يعني الحل الاول زائد الحل الثاني بيطلع معنا، فينا نحسبه بناقص b على a. الحل الاول ضرب الحل الثاني c على a، والحل الاول ناقص الحل الثاني بالقيمة المطلقة له هو جذر الدلتا على القيمة المطلقة. هذا نادرا ما نستخدمه، لكن هاد وهاد كتير بنستخدمهم، يعني بنسبة 100% هدول قانونين حتستخدمهم بامتحان اليوز شو ما كانت جامعتك. حنشوف مثال عن كيفية استخدامهم. إذا كان عندنا 2x مربع ناقص 3x ناقص 1 يساوي الصفر، أوجد x1 زائد x2 زائد x1 ضرب x2. طبعا x2 يعني الحل الثاني، x1 هو الحل الأولاني.
هلا بيجي طالب بيحل المعادلة بيطلع اكس واحد واكس اثنين وبيحسبهم. لا بس نحن بنعرف انه اكس واحد زائد اكس اثنين هي شو؟ هي ناقص بي على اي، واكس واحد ضرب اكس اثنين هي سي على اي، فبالتالي اكس واحد زائد اكس اثنين هي ناقص بي على اي. البي عندنا قديش؟ ناقص ثلاثة، وفي بالقانون ناقص فبتصير زائد ثلاثة على اثنين، فبالتالي اكس واحد زائد اكس اثنين هو زائد ثلاثة على اثنين. طيب الاكس واحد ضرب اكس اثنين هي سي على اي، السي عنا قيمتها ناقص واحد على اثنين، فبيطلع معنا ناقص نص يعني. فهلا بنحطهم قدام بعض وبنجمعهم، اكس واحد زائد اكس اثنين طلعت قيمتها ثلاثة على اثنين، واكس واحد ضرب اكس اثنين طلعت قيمتها ناقص نص، الجواب بيطلع معك اخر شيء واحد. مثال، إذا كان عندنا x مربع زائد 7x زائد m يساوي 7، وأيضا عندي x1 ضرب x2 يساوي 10، أوجد قيمة ال n. بما أنه x1 ضرب x2 يساوي c على a، يعني m على 1، يبعتلي حمام. هلأ في شغلة مهمة ابني الكريم، انه هون هذا الطرف دائما لازم يكون يساوي الصفر، فاذا كان في عنا رقم بننقله لهون، فبيصير هذا كله رقمي اللي هو m ناقص 7، فاذا m ناقص 7 هو كله السي، وهون عنا ال a، فسي على a اللي هي m ناقص 7 على 1 يساوي 10، بالتالي قيمة ال m بتكون عنا 17. اذا لازم ننتبه انه الطرف الثاني للمعادلة من الدرجة الثانية لازم يكون دائما صفر حتى اقدر اطبق هالقوانين اللي اخذناها، فاذا كان عنا رقم او عنا اي شيء بننقله للطرف الثاني مشان يصفى عنا هون فقط صفر. مثال، إذا كان عندنا 2 x مربع ناقص 7 x زائد 3 يساوي الصفر، ومجموعة الحلول هي x1 و x2، أوجد x1 مربع ضرب x2 زائد x1 ضرب x2 مربع. عم يقول لك إنه x1 و x2 هن حلول لهي المعادلة، فأوجد هذا الشيء. طبعا الحل واضح، إنه حنطلع x1 x2 عامل مشترك، إذا طلعنا x1 و x2 عامل مشترك فبيصفى عنا بهذا الحد فقط x1، هون بيصفى عنا فقط x2. x1 ضرب x2 هي c على a، السي عنا قديش؟ 3، والa عنا 2، فالسي على a هي 3 على 2، فمباشرة x1 ضرب x2 هي 3 على 2. طيب x1 زائد x2 هي ناقص b على a، البي عنا ناقص 7، وفي ناقص بالقانون فبتصير زائد 7 على 2، 7 على 2 ضرب 3 على 2 بيطلع معك الجواب 21 على 4. مثال آخر، إذا كان عندنا 2 x مربع ناقص 4 x ناقص 5 يساوي الصفر، أوجد x1 على 1 ناقص x1 زائد x2 على 1 ناقص x2. طبعا الحل مبدئيا أنه نوحد المقامات، بضرب هذا ب 1 ناقص x2 وبضرب هذا ب 1 ناقص x1، فوقت واحد المقامات حيصير معك هالشكل البشع، هاد x1 ناقص x1 بx2 زائد x2 ناقص x1 بx2 إلى آخره. فبعد ما زبط وقيم وحط، شوفوا هون حطلع الناقص من هون ومن هون عامل مشترك، مشان تصير x1 زائد x2، شو بيعرفني؟ حال اللو من قبل هالتمرين. طيب إذا x1 x2 بتطلع من قانوني اللي هو ناقص b على a، و x1 ضرب x2 بيطلع من قانوني اللي هو شو؟ اللي هو c على a. هلا لاحظوا انه هون عنا ناقص x1 ضرب x2 وناقص x1 ناقص x2، يعني ناقص 2 x1 x2، وعندي بصفى x1 زائد x2. طبعا هلا معناتها لازم اوجد x1 زائد x2، x1 زائد x2 هي b او ناقص b على a، يعني 4 على 2 يعني 2، فطلعت معي هي قيمتها 2 وهي قيمتها 2. طيب x1 ضرب x2 هي c على a، يعني ناقص 5 على 2، فبعوض بدل هي ناقص 5 على 2 وبعوض بدل هي ناقص 5 على 2، اخر شيء بيطلع معك الجواب ناقص 2. اخر مثال بيكون انتهى البحث. في عندنا شغله مهمه، وقت بيقول لك fx يساوي ax مربع زائد bx زائد c، وبيقول لك بعدين f2 يساوي f ناقص 1 ويساوي الصفر، فبتكون
الناقص واحد والاثنين هن حلول للمعادلة AX مربع زائد BX زائد C في حال كانت تساوي الصفر. تمام؟ إذن بيكون عندنا تابع وبعدين بيقول لك F رقم معين يساوي الصفر، فبالتالي هذا الرقم بيكون حل لهالمعادلة أو لهذا التابع في حال كان التابع يساوي الصفر. فبالتالي فينا نفترض أنه X1 هو 2 و X2 هو ناقص 1. وأيضا أعطيك معلومة تانية أنه F3 يساوي 8، أوجد قيمة الـ FX. طيب في عندنا قانون مهم هون، هذا هو قال في حال كان عندك fx يساوي ax مربع زائد bx زائد c، فينا نكتبه بهذا الشكل fx يساوي a bx واحد bx ناقص x واحد ضرب x ناقص x اثنين. ليش ما بيهمني؟ اذا انا هذا الشكل فيني اكتبه بهذا الشكل، هذا اسمه تحليل. خلاص انت لا احفظ القانون. شو هو x واحد؟ هو الحل الاول. شو هو x اثنين؟ هو الحل الثاني. طيب انا معي x واحد a معي اللي هو اثنين، معي x2 a معي اللي هو ناقص 1، فبعوض القيمة. طبعا لاحظوا انه x2 هي ناقص 1 وفي ناقص فبتصير زائد 1، كتير مهم ننتبه للإشارات السالبة بالامتحان. فهلا بضرب هذا القوس بهذا القوس بيطلع معك fx يساوي a bx مربع ناقص x ناقص 2. اذا طلع عنا هون شو؟ هون عنا طلع قيمة ال fx، بس الصفيان المجهول عندي هو ال a. ايضا الشغلة الثانية عطينا هو بالمعطيات او بالفرضيات F3 تساوي ال 8، بعوضها هون. تمام؟ ححط بدل ال FX ححط 8، وبدل ال X هون ححط 8 3 وهون 3. فبصير معي A ب 3 مربع ناقص 3 ناقص 2 يساوي 8. طبعا F3 تساوي 8، يعني فعليا قصده Y يساوي 8. فبدل ال F بحط 8 وبدل ال X بحط 3. طبعا بحث توابع أخذين هذا الحكي. المهم تطلع معك آخر شيء قيمة ال A 2. تمام؟ فبتكون ال FX هي 2 BX مربع ناقص X ناقص 2، فوت ال 2 على كل هالحدود، فبصير معنا 2X مربع ناقص 2X ناقص 4. في شغلة مهمة، إذا كان في عندك 3 شغلات أو 3 مجاهيل لازم تحددهم بالامتحان، فلازم يكون عندك 3 معطيات. لاحظوا أنه نحن عندنا هون 3 معطيات. طيب إذا كان عطيني معطيين فقط وعندي 3 مجاهيل، فغالبا بهالحالة هي بتلجأ للتحذير، وهون فتنا بالآي كيو أكثر من الرياضيات. الرياضيات ما في شيء اسمه تحذير أو تجريب. تمام؟ غالبا الرياضيات نحن بنمشي وفق قانون أو وفق خوارزمية معينة. الآي كيو هو بيعتمد على التحذير والتجريب وإلى آخره. هيك بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم. بتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.